نادي الاهلي بيحقق انتصار كبير على سيراميكا كليوباترا برباعيه نظيفه بعد مباراه ربما كان في اغلبها جدل في القرارات التحكيميه والغاء لهدفين للنادي الاهلي، لكن اكيد طبعا كان في امور فنيه ممكن نتكلم عليها، رغم برضو ان سيراميكا كليوباترا لعب اكتر من ساعه كامله منقوص العدد بسبب طرد الحارس الاساسي عامر بعد يعني الخروج الخاطئ من مرمى وتصدي للكره بايديه خارج منطقه الجزاء ومنع محمد شريف من احراز هدف مؤكد. طبعا قرار الحكم كان قرار سليم بانه يديله البطاقه الحمراء، ولكن في امور فنيه ممكن نتكلم عليها في مباراه ربما كان يعني كان ممكن يكون فيها حاجات يعني لعب الشطرنج خصوصا في وجود بيتسو موسيماني على راس القياده الفنيه للنادي الاهلي، كابتن هيثم شعبان على راس القياده الفنيه في سيراميكا، لكن الظروف خلتنا هنتكلم في حاجات ربما تكون بسيطه. كابتن هيثم شعبان رجع لسيراميكا كليوباترا ما بقالوش اسبوع بعد رحيل الكابتن ضياء السيد، ورجع يمسك مقاليد الفريق اللي هو قاده اصلا للتاهل والترشح للدوري الممتاز في بدايه الموسم. كابتن هيثم شعبان لعب بطريقه اقرب الى 5-4-1، وكان واضح جدا الفرقه بتلعب بزون ديفنس، ما فيش ضغط على النادي الاهلي، ما فيش ضغط عالي، الفريق بيسيب الاهلي يطلع بالكره بشكل عالي. النادي الاهلي لعب بطريقه المعتاده 4-2-3-1. طبعا بيتسو موسيماني ما اجراش يعني ما رجعش لسه اكرم توفيق باك يمين، لسه معتمد على محمد هاني في الباك اليمين، خصوصا طبعا لعيبه المنتخب الاولمبي هيبداوا يخشوا تدريجيا يعني مع النادي الاهلي واحده واحده خلال الفتره الجايه. ربما يكون ياسر ابراهيم قلل الضغط من على النادي الاهلي وعلى جمهوره في بهدف مبكر في الدقائق الخمسه الاولى، ولكن ربما كنت اشوف على مستوى الشخص يعني الفريق ربما كان متاخر شويه في مساله تقفيل وتقليل مساحه اللعب على سيراميكا في بدايه المباراه. يعني ايه؟ النادي الاهلي كان في الحاله الدفاعيه بتاعته بيسيب سيراميكا يطلع بالكوره عادي، كان في ضغط عالي، ولكن الدفاع كان واقف لحد ما ورا قوي. ده في وجهه نظري كان يعني امر مش صح. ليه بقى؟ لان سيراميكا كليوباترا لازم نبص على المهاجم الرئيسي بتاعه والبلاي ميكر، بيكام محمد ابراهيم بلاي ميكر واحمد ياسر ريان راس حربه صريح. لما تشوف فريق قدامك بيلعب براس حربه صريح رقم 9 بطيء الى نوع ما او طويل او حركته في الجري بطيئه شويه، لازم تبدا انت النهارده تصغر مساحه اللعب عليه. ليه؟ عشان تخليه مجبر انه ياخد قرار اللعب في مساحه ضيقه. لما ياخد قرار اللعب في مساحه ضيقه بالشكل ده تقدر انت تستعيد الكره بشكل سريع جدا. في وجود ميدو جابر، لكن برضو ميدو جابر على مساله الدريبلينج ومساله الركض، انه يجري 30 متر الاخير ده او 30 يارد الاخيره دي بسرعه سريعه ودايما ولوحده كان صعب جدا انه يهدد مرمى النادي الاهلي. فاشوف النادي الاهلي كان محتاج يعمل دي من الاول عشان ما يديش مساحه لسيراميكا كليوباترا يهدد مرمى. شفنا بعض الهجمات مع اطراف في بدايه المباراه. طبعا بعد الطرد بتاع سيراميكا كليوباترا كابتن هيثم شعبان تخلى عن لعبه، هو اختار طبعا رجب بكار وبدا يلعب بيه، هو حافظ على الشكل الهجومي بتاعه بس طبعا غير طريقه لعبه وبدا يلعب بيه 4 ما يشبه ال 4-4-1 عشان برده كان عايز يعمل زياده عاديه في نص الملعب. رغم النقص العددي في صفوف سيراميكا كليوباترا في الشوط الاول ما حسيناش بيه قوي، يعني النادي الاهلي ربما يكون احرز هدفين وتلاغوا، ولكن ما كانش لهم دعوه خالص بالنقص العددي. النقص العددي كنا حاسين ان سيراميكا كليوباترا بيلعب مباراه عاديه، وحتى راحوا بعد الطرد راحوا بهجمات خطره على مرمى محمد الشناوي. امتى حسينا ان سيراميكا كليوباترا بدا يبقى منقوص العدد؟ مع بدايه الشوط الثاني. بيتسو موسيماني بقى مع بدايه الشوط الثاني عمل ايه؟ عمل اللي احنا بنتكلم عليه من بدايه المباراه، ببساطه قال للاعيبته لو سمحتم اطلعوا لقدام وعايزين نضيق مساحات اللعب على سيراميكا تماما. فبدا النادي الاهلي ومدافعين النادي الاهلي يقفوا وينصبوا مصيده التسلل تقريبا بالقرب من قوس منطقه نص الملعب. قرار الفني ده والتدخل الفني من بيتسو موسيماني عمل ايه على سيراميكا كليوباترا؟ خلى لعيبه سيراميكا كليوباترا يضطروا ياخدوا قرارهم النهائي بالكره في الجزء ده بس، وبالتالي هنا انت بتضغطه بتخليه بتقول له يلا شوف هتعمل ايه، هتلعب كره طوليه ولا تاخد الكره وتجري
عشان انا ببساطه لو انت ما خدتش قرارك بسرعه انا هبدا اعمل عليك دبل بريس واستعيد منك الكره. وبالتالي النادي الاهلي فعلا كان بيسيب سميكر باترا يوصلوا هنا بس باتنين لعيبه محمد ابراهيم واحمد ياسر ريان. اول ما يوصلوا هنا يبدا يضغط عليهم بالدبل بريس يخطف منهم الكوره. طيب هنا في اتنين لعيبه خرجوا بره اللعبه تماما. النادي الاهلي كان على طول مع بدايه الشوط الثاني كان بيروح 4 على 4 3 على 3 2 على 2 وبالتالي المساحات بدات تبان في ظهر دفاع سيراميكا كليوباترا. عشان كده في الشوط الثاني كل اللي بيتفرج عليه عارف ان مساله احراز النادي الاهلي للهدف الثاني مساله وقت بعيدا عن ضرب الجزاء. حسين الشحات طبعا ضرب جزاء صحيح 100% لكن انت شايف هذا الكم من الهجمات ليه النادي الاهلي بيستعيد الكره بسرعه جدا من سيراميكا وكم هائل من الانفرادات والهجمات على مرمى الحارس البديل حمزه ده بصراحه بحييه رغم كل الضغط وطبعا الفريق بيلعب ب 10 لاعبين لكن انقذ مرمى من كم هائل من الاهداف بخلاف التات اهداف اللي دخلوا فيه هدف دخل في عامر وهو خد تات اهداف لكن بصراحه بخلاف الاهداف دول شال كم هائل من الاهداف المحققه للنادي الاهلي. فانت تدخل بيتس موسيماني كان تدخل رائع عشان يخلي فرقته تعرف ازاي تتعامل مع النقص العدد السيراميكا ويقدر النهاردة يحرز 4 اهداف وطبعا 4 اهداف دول كانوا قابلين للزيادة لستة وسبعة وايفن 8 لو كان الفريق قدر ان هو يترجم هذا الكم من الفرص اللي اتيحت له في الشوط التاني. ببساطة هي دي في وجهة نظري ملخص الامور الفنية ان الاهلي قدر يستخدمها في الشوط التاني وقدر يحرز الاربع اهداف وياخد الثلاث نقاط اللي اكيد بيساعدون هو يرجع تاني على قمة الدوري بفارق الموجات المباشرة مع نادي الزمالك. كان حقق انتصار مستحق قبل المباراة دي بساعتين على فريق غزل المحل. اكيد مشوار المنافسة مستمر في الدوري خلاص الفرق كلها دلوقتي بقت لعبة 28 مباراة باقي 6 جولات على نهاية الدوري عشان نحسم بيهم منافسة الصدارة ونحزم بيهم المراكز اللي هتهبط لدوري الدرجة الثانية. وطبعا هيبقى ان شاء الله خلال الايام الجاية عندنا طبعا مباريات مهمة جدا يوم الثلاث في مباراة الزمالك والاتحاد مباراة قوية جدا في اسكندرية ويوم الاربع ان شاء الله في مباراة الاهلي والاسماعيلي. الزمالك ان شاء الله هيبقوا معاكم بكرة باذن الله في تحليل ماتش الزمالك وغزل المحلة ويوم الثلاث وانا ان شاء الله هكون معاكم باذن الله في تحليل مباراة الاهلي والاسماعيلي. مبروك للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي النهاردة انتصار كبير واشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء وتحليل كلاسيكو الدوري المصري في الاسبوع 29 ما بين الاهلي والاسماعيلي. شكرا جزيلا كنت معاكم كريم سعيد.